يقول: سماحة الشيخ، توفيت أختي من 3 سنوات وكان عليها صيام شهر رمضان، مع العلم أنها ماتت في مرضها الذي منعها من الصيام، هل علينا شيء ونحو ذلك؟ وهل يمكن أن أعتمر عنها؟ إذا كانت تركت الصيام لأنها لا تستطيع بسبب المرض واستمر معها إلى أن ماتت، ليس عليها شيء، لأنها معذورة فليس عليها شيء. نعم.